صباح السعادة وصباح الابتسامة، ولحتى تكون ابتسامتنا حلوة لازم نهتم بأسناننا، ومعنا الدكتور ثامر ذيب المتخصص بأمراض الفم والأسنان. يسعد صباحك يسعد دكتور، صباحك حبيبي، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا أهلا وسهلا وسهلا. فيك. يعني هي موضوع الاسنان فعلا دخل عالم التجميل، ما عاد فقط صحه يعني سنيه، لا صارنا نهتم بموضوع الاسنان من اجل الابتسامه مثل ما قال احمد. خلينا نحكي بدايه شو هي اهم الاشياء الجديده اللي دخلت عالم التجميل في الاسنان. يسعد صباحك. صباح الخير. تصفين هيك زي المصارعه. هلا تجميل الاسنان عم ياخذ هلا حاليا بوم وبوست جديد، بس هو اصلا يعني احنا بنحكي نسمع دائما هوليوود سمايل او سيليبريتي سمايل، هي الاصل فيها يعني من الستينات، من اوائل الناس يعني اللي يعني السيليبريتيز اللي اشتغلوا على الموضوع كان مارين مورو. يعني هي من اول الناس اللي عملت قشور تجميل للاسنان، ومن وقتها عم بسموها هوليوود سمايل. هلا التطور اللي صار في طب الاسنان وقد ايه صار يسمح بديمومة العلاج، يعني زمان كان مثلا واحد يحط العلاج مدته 5 سنين سنتين، فمش كتير يعني محرز للعالم انه والله مستعد يغير ابتسامته وضل فايت ببروسس. بس هلا عم نحكي عن علاجات بتدوم اكثر من 20 سنة صف لا، وهذا اللي هلا يعني مين اللي مع الميديا، ومش بس بتجميل الاسنان، كل شيء عم نلقى بومينج وبوست بالتجميل هلا، خصوصا بالاسنان سبيشالي. انا كثير ناس بتعرف او احنا بنعرف انه انا لما ما شاء الله اتصبح فيكم يعني بشوف هالضحكه بينفتح يعني نفسي لليوم ولكذا، فانا اول ما اتفرج على شخص او التقي بشخص بلقى انه اول شيء بيجذب انتباهي كان الابتسامه وعيون الشخص اللي قبالي. هلا زمان كان يحكوا انه لا كانت العيون عشان كل اغاني هلا على العيون، بعدين الواحد بيقلب على الابتسامه. صحيح. هلا بعد الميديا والتطور اللي عم نلقاه في تجميل الاسنان عملوا دراسات جديده لقوا لا انه هلا العالم عم تركز على الابتسامه بعدين صارت تنقل على العيون. تمام. فهلا العيون مش حلوه بقدر يظبط اسنانه. تمام. طب دكتور نحكي عن زيركوم اللي هو غالي الثمن اللي بنحط للاسنان كلها، نحكي عنه عن ميزاته. هلا الزيركون غالي الثمن. هو مش غالي لانه غالي، هو الزيركون حجر كريم. بنسمع يعني مثلا الآب الساعات بالجواهر بكذا، هو حجر كريم. هلا عندنا مشكله احنا في تركيبات الاسنان انه اغلب التركيبات بتكون ضعيفه. فليقووا تركيبات الاسنان كانوا يحطوا زمان المعدن. عشان هيك كنا نلقى مثلا بعض الناس انه والله ملبس سن او حاطط تركيبه اسنان وفي سواد على اللثه، اللثه سحلت بلشت تبين اطراف المعدن. وشغله كثير مهمه اللي هي انتقال الضوء، يعني انا لما اتفرج على اي شيء امامي انا بشوفه عباره عن انعكاسات لاشعه الضوء. هلا اسناننا احنا شفافه او فيها نسبه شفافيه، يعني انا لما يمرق الضوء السن بيمتص شيء منه، بينفذ شيء منه وبيعكس شيء منه. هلا الاسنان اللي طانتها معدن هي بتمتص كل الضوء، ما عم بتنفذ الضوء، عشان هيك بنلاحظ انها دائما مت او طافيه او ما فيها حياه. لهيك قالوا لا احنا بدنا نحذف المعدن. تمام. هلا ليحذفوا المعدن هذا خفف من الصلابه والقوه تبعت تركيبات الاسنان، بس اعطانا جماليات عاليه جدا. تمام. هلا هذا وجههم انه هاي التركيبات تكون بس بالمنطقة الأمامية لأنه التجميل فيها أهم، واثنين ما في عليها ضغط ولود عالي. تمام. هلا مع إضافة الزيركون اللي هو حجر كتير قوي وكتير صلب، مكن الأطباء الأسنان إنهم يخلوا هاي التركيبات حتى في المناطق الخلفية ويعملوا منها جسور ويعملوا منها استعاضات بلا معدن. فهون احنا كسبنا عصفورين بحجر اللي هو التجميل والجمالية والصلابة والمتانة والبريق. طبعا مو بس الزيركون انتم بتستخدموا بمواد التجميل، نحن بنسمع مثلا عن شيء اسمه فينير، شيء اسمه لومينير، يعني هي المواد اللي بتستعملوها شو الفرق بيناتها؟ يعني هل تختلف الحاله باختلاف المواد المستعمله، ولا فينا نحن اي حاله نستعمل عليها اي ماده؟ طبعا يعني هي متن القصيد، يعني الناس المشكله مثلا خلص عارفه انه والله الزيركون اغلى شيء فبنحط زيركون. لا انا بحكي للعالم يعني انتم دوروا على الطبيب ما تدوروا على الماتيريال. صحيح. ودوروا على يعني كمان مره على قدره الطبيب وسمعته. ما تدور على المنتج، يعني مثلا بيجي المريض عندي بقول لي دكتور انا بدي احط زيركون
لانه اغلى شيء. بقول لا انا بدي احط لك شيء ارخص بس احسن من الزيركون في هاي الحاله بحالتك. يس. هلا نفس الشيء بتجميل الاسنان، بيجي بقول دكتور انا بدي لومينيرز ما بدي فينيرز. بقول له انت شو بفهمك يعني، شو بعرفك شو الفرق بين هاي وهاي؟ الحين بدي اضربه لانه شو بعرفك انت شو الفرق بين هاد وهاد؟ انت جاي عند دكتور غالبا انت جاي لهذا الدكتور لانك بتثق فيه، صحيح، فهو ادرى باختيار العلاج الصحيح لإلك. فيك تسال وتعرف حسنات هاي سيئات هاي، بس مش كل شيء بيمشي لكل شيء، وما في علاج واحد لكل الاشخاص لكل. طبعا بتيجي وحده صبيه او شاب او كذا بقول لي دكتور مثلا انا اشتغلت هون انا وصاحبي مثلا، صاحبي اخذ ريزلتس احلى مني او نتيجه مختلفه او هو صار معه. لا، كل بني ادم يعني حتى نفس البني ادم الجهه اليمين بتمه غير عن الجهه الشمال، طبعا. فلا الماتيريال بالذات يعني هاي لو بدنا نوصل مسج الناس تاخذها اليوم، دور على الطبيب مش على الماده نفسها. الماده تماما. يعني في خلص في ناس تيجي دكتور انا بدي زيركون، يا حبيبي ما بزبط تماما. طيب دكتور، سابقا كان يوضع حشوات من الرصاص بدال الجسور وغيرها، نحكي عن مساوئ الحشوات الرصاصيه. هلا هي عليها لغط كثير. هلا مشكله الحشوات الرصاصيه انه فيها زئبق. هلا الزئبق بشكل عام هو ماده سامه. هلا الاعلام ركز على هاي القصه، وخاصه في الدول يعني الاوروبيين اللي واصله مراحل يعني بطل عندهم شيء يتسلوا فيه الا انه والله قصه زئبق ومش زئبق، مثل السويد وسويسرا مثل هيك الدول. هلا انا بدي احكي شغله، الزئبق سام صحيح، بس النسب الموجوده فيها بحشوات الاسنان مش كتير مضره، لهيك احنا مثلا بنلقى يعني 90% من العالم 80% كله في بتمه حشوه تفضل. صحيح. مزبوط. والناس عايشه يعني، مش انه هلا خطر هاي الحشوات على الستاف يعني على الاطباء وعلى الممرضين وكذا هو اكثر من على المريض. وهاي الحشوات لها قرون في الخدمه يعني، مش انه والله بيوم وليله. هلا انا برايي اضافه للزئبق اوكي مشكلتها الرئيسيه هي جماليه. هلا انا دائما بحكي للمرضى انه انا بنصحك انه دائما تعمل حشوات تجميليه، بس في بعض الحالات لازم ستيل انا بفضل انه والله لو انحطت حشوه فضه بتسوى، لانه ميزتها الرئيسيه المتانه والقوه. صحيح. يعني بيكون السن كثير متهدم كثير متكسر ممكن نحتاج نعمل هون بنرجع لنفس الموضوع الحاله وشو بتتطلب الحاله. هلا دائما البرايورتي هو دكتور تلبيس يعني، اذا حطينا حشوه مثلا فضه ما فينا نلبسه فوق ما ببين يعني، فهمت علي؟ فهي الفكره انا عم زي اللي عم ببني عماره، انا عم بعمل اساس صلب. مش كل الحالات يعني، في حالات انا مضطر استخدم هاي الماده. فبرضه العالم لازم تتفتح انه هاي الحاله بتحتاج هيك، مش لانه انا والله مو حاب اعمل هيك او كذا. هلا برضه كان عكس عندي، في ناس على الاذر سايد انه بقول لك لا حشوات التجميليه ضعيفه او بتنكسر او ابدا. هلا يعني عم بتصمد. انا بحكي للعالم دائما انه اي علاج ناجح لازم يدوم اقل شيء 10 سنين. تمام. اقل شيء يعني اللي بيقول لك 3 سنين هذا لا هذا مش مزبوط مش او انه طيب حكينا انه في شيء اسمه لومينير فينير عدسات كوتينج، يعني تعددت الاسماء لكن احنا ما بنعرف الفرق بيناتهم. خلينا نوضح لمشاهدينا شو الفرق بين هي الاسماء اللي دخلت عالم التجميل. هلا هي الفكره الرئيسيه فكره واحده انه نغطي بالضبط. يعني انا مثلا نفترض عندي بلاط، أنا هيك بحكي للمرضى بالعيادة، هذا البلاط عليه مثلا شوية وسخ أو كذا، هلأ فيني أنا أجيب سجادة وأفرشها فوق البلاط وما حدا شايف. هلأ هاي الصورة أنا دائما بحطها في العيادة وبحطها للستيودنتس اللي عندي. شو اللي بيحدد إنه والله الابتسامة حلوة أو لا؟ تمام. يعني أنا قبل ما أفوت مثلا حدا حاب يعمل تجميل، الابتسامة فيها لثة تماما، فيها شفايف، فيها لون الاسنان، فيها صفه الاسنان، فيها انتظام عوامل متكامله. طبعا بالضبط. هلا هي اللي الخريطه تبعي، خارطه طريق انه انا قبل ما اجمل والله لازم هالقد يبين بدنا نعالج قبل ما نجمل. احنا ان شاء الله يعني لو مثلا رتبنا انه كل فتره نحكي عن شيء معين، الموضوع كثير كثير كبير كثير كثير كبير. صحيح. نعم. هلا فكره تغطيه الاسنان زي ما قلنا كانه انا عم بفرش
سجادة فوق بلاط وعم بشيل عيوب ال وعم نلاحظ هي الخطوط والقياسات. يعني مثلا الخط الوسط اللي هو بين السنين بمقدمة الفك العلوي لازم يكون بمنتصف الشفاه، هذا يمكن هي القياسات هي دليل على صحة الابتسامة. هلأ هذا علم كثير كبير، يعني احنا بندرسه بدورات خاصة وبندرسه بدبلومات على سنة. هلأ كثير بحب احكي للناس ركز انك تروح طبيب مختص مش اي طبيب. يعني مثلا هلا في كثير من الاطباء بحب يعمل خط المنصف للاسنان اللي فوق مع اللي تحت اوكي، بس مش هذا الصح. مش هذا الصح. صحيح. الصح انه والله خط المنصف للاسنان لازم يمشي مع الوجه، غير عن هيك ححس في ميلان بالوجه. وكثير اطباء الاسنان بحبوا يستخدموا توم كروز كمثال اوكي لا بيرفع عليه قضيه، لانه هو اذا تتفرج على توم كروز بتحس في شيء غلط في انا احلى من توم كروز مش يعني بتحس ان وجهه فيه ميلان. هلا الميلان هذا ناتج انه والله خط المنصف بين الاسنان مش ماشي مع وجهه، مو ماشي ما بعرف اذا ظبطه او لا. بس طب خلينا نرجع على موضوع اللومينير والفينير والكوتينج وهي القصص والفرق بيناتهم. هلا هي الفكره واحده انه انا عم بغطي السطح. هلا بتصفي للطبيب هالسجاد اللي فرشها شو بده يرسم عليها؟ صحيح. اللي هي الضحكه تبع بالضبط هي لوحه احلى بتطلع. هلا هاي بصفي عندي انا اللومينيرز فينيرز الكوتينجز البوندينج، هي ديفرنت ماتيريال مواد مختلفه بنفس التكنيك. فهذا برضه بيحكمنا فيه الوقت اللي معنا والتكلفه الماديه. كل شيء له حسناته وكل شيء له سيئاته. يعني هاي الحالات اللي بنشوفها احنا هلا كلها لحالات قشور تجميليه تمام، يعني بدخل فيها تجميل لثه، تجميل شفايف، تجميل كذا. هلا تمام، يعني مثل ما شايفين الفرق الشاسع كيف كان طبعاً. كيف صار يس تمام. وهذا يشجع العالم انه احنا هلا بطلت علاجات الاسنان مؤلمه. يعني مثلا في كثير من العلاجات هلا بلا بنج بتنعمل، صار فينا نعملها بجلستين. هلا عم بننزل اجهزه بجلسه واحده انه في المريض يخلص بجلسه واحده. نعم. او بدي بالغ اكثر بساعتين يكون مخلص كل شيء. طب دكتور شو هي الاخطاء اللي بيرتكبها الطبيب بحال مثلا تركيب هالعدسات او هيك؟ هلا فيها كثير فاكتورز، يعني الطبيب له دور، المريض له دور، الماتيريال اللي عم نستخدمها له دور، والمختبر اللي عم يشتغل له دور. فالمجال الخطا كثير واسع. تمام. لهيك بنصح العالم بقول له لا ما تروح، لا يعني ممكن يكون انت عندك جنرال دنتست طبيب اسنان العام. هذا بيعالج مثلا الحشوات شغلات كذا، بس في امور لا ضروري تروح على اخصائي. دكتور ثامر بدي اوقف عند موضوع لون الاسنان وقديش له علاقه بلون بشرتنا. يعني مثلا في اشخاص تروح لعند دكتور الاسنان بتقول له انا بدي اسناني يكونوا لونهم ابيض ابيض ناصع لكن بيكون بشرتهم سمراء، فقديش لازم نحن نختار لون الاسنان المناسب للون بشرتنا؟ لانه في قاعده تجميليه بتقول لازم يكون لون اسنان افتح فقط بدرجتين من لون البشره. هي اكثر شيء احنا بنركز لون العين كثير بيساعدنا. هلا دائما بحكي الصبايا يفضل درجتين اعلى من لون العين افتح. الشباب نفس درجه لون العين. هلا انا لما اتفرج على شخص قلنا اكثر شيء بحامل لي كاتش الابتسامه والعيون. هلا بدي اعمل اخلق بالانس توازن بين هالشغلتين. هلا المشكله عندنا انه بالميديا صار انه الكل والله بده كثير ابيض ناصر تمام، حتى عم يوصل للون الزراء بالبياض بالضبط. هلا هذا مؤذي. يعني انا دائما كل ما اعمل انترفيو بحكي نفس الشيء وبصير اضحك على الموضوع انه الناس بتفكر بقول دكتور انا دافع حط لي ابيض شيء ما بيزبط. وكثير ناس من اللي بعالجهم بيجوني مثلا بالجلسه اللي بعد ما نخلص دكتور مش عاجبني. بقول له ليش؟ يعني ليش شغل مش قال كثير طبيعي. يعني انت حابب تمشي بتم مش طبيعي، يعني العكس يعني هاي الشطاره انك تطلع شيء طبيعي. قال لا بس انا بدي الناس تعرف انه انا قلت يا اخي انا عارف بحط لك على الفيسبوك على التيشيرت بس انت ماخذ شيء حلو وشيء طبيعي. يعني هلا ممكن احنا ك يعني خاصه مثلا الناس اليانج والهاد تحب تفرجي تقول هذا الشيء حيضل بتمك 20 سنه مثلا. هلا انت بعد فتره يصير عمرك 60 سنه مثلا 50 سنه مو حلو تكون ماشي وعم
عم تضوي صحيح نيون مش طب دكتور لازم يتصور كصوره شعاعيه قبل ما نعمل عمليه تجميل الاسنان ضروري هلا اي حدا لانه في اشخاص مثلا وضعوا عدسات فصار عندهم بروز بالتم لقدام ال لا هي ما لها علاقه بالاشعه لها علاقه بمهاره الطبيب او بالتكنيك اللي عم بيستخدمها وهذا خطا ما مفروض يصير هيك هلا بشكل عام المريض كيف فيه يميز انه هذا الطبيب مميز او لا اي شيء في الاسنان ستاندرد قبل ما المريض يفوت على الطبيب لازم ياخذ له صوره شعاعيه لكامل الفم هون انا بفرق بين اسنانجي انا بسميهم اسنانجي يعني هو طبيب بعالج سن لا هذا هو طبيب قبل ما يكون طبيب اسنان يعني بدرس طب قبل لازم يفحص التم عندنا هلا نسبه مرتفعه من سرطانات بالتم فينا اكشف كثير من الامراض من خلال التم فحلو الطبيب انه والله يبني على قاعده سليمه انه انا عم بشوف كل شيء عم بتاكد من كل شيء ثم والله بنتقل للبارت اللي خلينا اسميه الترفيهي او كذا انه انا عم بعمل تجميل هذا انه شيء حلو اطباء الاسنان بحبوا يعني ريوردينج للطبيب حتى اكثر من المريض بنبسط لما هو عم بيخلي الناس تضحك اكثر ويجمل اسنانها بس ما بينفي البارت الصحي وهذا كثير مهم يعني ونسبه كبيره على فكره من فشل العلاجات بتعود انه والله الطبيب عم يشتغل على اسنان مش مش معالجه صحيا او اللثه مش كويسه او انا عندي امراض مختلفه فيها دكتور ثامر ذيب المتخصص بأمراض الفم والأسنان شكرا كبير كتير لوجودك معنا وإن شاء الله بالحلقات المقبلة لنحكي عن الجسور وعن مواضيع عديدة إن شاء الله شكرا كتير.